تواصل الجهات الأمنية أعمالها، وذلك من خلال النقاط الأمنية في المدن، حرصا على سلامة المواطن والمقيم والتأكد من حمل التصاريح اللازمة خلال فترة منع التجول. للمزيد يلتحق بنا من تبوك مراسل الإخباري زميل محمد الرحيل. محمد، أهلا بك معي في هذه النشرة. حدثنا عن أبرز جهود النقاط الأمنية والجهات الأمنية، وكذلك ما يقومون به من دور فعال لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا التأكد من حمل التصاريح اللازمة في هذه الأوقات تحديدا من تبوك. تفضل. نعم، سالم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أتواجد الآن في طريق الملك فهد في منطقة تبوك، وواحدة الشوارع الرئيسية والحيوية في الفترات السابقة، ونشاهد خلو هذا الشارع من تجول السيارات، إلا أن هناك بعض المركبات التي لديها تصاريح أمنية تخولها بالتجول وقضاء احتياجاتها. نتحدث أكثر عن النقاط الأمنية والتصاريح وأيضا التنقل ما بين الأحياء. معي ضيفي سعادة العقيد خالد الغبان، وهو المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك. سعادة العقيد، نرحب فيك في بدايتنا، في بداية هذا اللقاء، ونود أن تحدثنا عن النقاط الأمنية المتواجدة، وخاصة أن هناك مشاركة أمنية من القطاعات الأجهزة الأخرى. أهلا وسهلا أخوي محمد، رحب فيك وجميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات على قناة الإخبارية العزيزة علينا. طبعا تعمل شرطة منطقة تبوك والزملاء في أفرع الأمن العام بالمنطقة بمشاركة قوات أمنية أخرى على تطبيق أقصى درجات الأمن والأمان لمنع أي ما يخل في تطبيق الاحترازات الأمنية لجائحة كورونا، من خلال عدة نقاط أمنية تعمل على رصد المخالفين، أو تعمل على يعني عمل أي خطوات تساعدنا على الحماية الاجتماعية بإذن الله. سعادة العقيد، التصريح التجول، هل رصدتم هناك مخالفين أو سوء استخدام لهذه التصاريح خلال النقاط الأمنية المتواجدة في المدينة؟ طبعا التصاريح يعني صدر فيها أمر، في تصريح موحد يصادق عليه من شرطة المنطقة، ومن خلال الرصد الميداني لا توجد ظاهرة، إنما هي قد تكون بعض المخالفات البسيطة ويتم التعامل معها بتطبيق التعليمات الخاصة في ذلك. كما تعلم سعادة العقيد، منطقة تبوك تضم 6 محافظات، وهناك فترة تجول، السماح في التجول من 9 إلى 5. هل هذه الفترة تعطي المواطن أو المقيم بالخروج من المدينة والتجول ما بين هذه المحافظات، أم أنها فترة محدودة داخل المدينة؟ طبعا دشن الأمن العام موقع تناقل رابط خاص بالتنقل سواء داخل الحي أو داخل المدينة عفوا أو داخل المنطقة. التنقل بين المحافظات لابد من الحصول على تصريح رسمي عبر رابط تناقل المدشن من قبل الأمن العام. نعلم مدى عملكم الأمني وحرصكم، هل هناك أعمال إنسانية تقدمها الجهات الأمنية من خلال مركز العمليات؟ رجل الأمن قريب من المواطن وقريب من المقيم، لا يألو جهدا في رصد أو التواصل مع أي اتصال يردنا عبر غرفة العمليات أو تقديم البلاغات الميدانية. رجل أمن في خدمة المواطن أي أنه كان، خدمة المقيم من خلال تقديم أقصى درجات الحماية في حال الحاجة لذلك. سؤالنا، هناك فترة منع تجول اللي هي تبدأ من 5 وحتى اليوم 9 صباحا، هل هذه الفترة في التجول في الطرق الرئيسية للمدينة، أم أنها ويسمح للأشخاص في التجول داخل الأحياء، أم أنها شاملة خلال هذه الفترة؟ وللتصحيح، فترة السماح فيها تبدأ من 9 خلال شهر رمضان المبارك، تبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساء. بعد هذه الفترة يمنع الخروج إلا بتصريح رسمي سواء عن طريق المواقع الخاصة بإصدار التصريح الإلكترونية، أو من يحمل تصريح بصفة عمله أو وظيفته. حتى في داخل الحي؟ نعم، لا يسمح الخروج بعد 5، الفترة المسموح فيها من 9 صباحا خلال فترة رمضان المبارك حتى 5 مساء. كيف ترون خلال فترة السماح من 9 إلى 5، كيف ترون وعي المواطن والمقيم في الانضباط والتباعد، ومدى التزام التباعد في الأسواق والمجمعات التجارية؟ هو حقيقة أخوي محمد، كنا ولازلنا نعون على وعي المواطن المقيم في مدينة تبوك والمنطقة بصفة عامة، ورصدنا ولله الحمد تعاون كبير وتجاوب من الجميع واستشعار بالمسؤولية،
ولا زلنا لله الحمد يعني هذا مصدر تفاؤل لنا كرجال أمن في الميدان، الأخوة الزملاء في الميدان من ضباط وصف ضباط وجنود بمشاركة الجهات الأخرى المعنية للدولة، نجد تفاعل كبير من المواطنين وكلها حرص على سلامتهم وحتى تنتهي هذه الجائحة على خير بإذن الله. سعادة العقيد خالد الغبان متحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، شاكرين تواجدك معنا. العفو أخي محمد، الله يحييك. نعم سالم، كان هذا حديث ضيفي عن التصاريح وعن التجول داخل الأحياء والطرق الرئيسية سواء في فترة المنع أو في فترة السماح. الزميل محمد رحيل من تبوك، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.